شكرا بزاف بزاف على الدعوات. الحمد لله رب العالمين، انصفنا وشرفنا يعني الأطر الوطنية المغربية. الحمد لله أن أبناء الوطن استطاعوا أنهم يدخلوا الأردن للتاريخ. أول مرة في تاريخ كرة القدم الأردنية المنتخب يصل نصف النهائي، إنجاز غير مسبوق ساهم فيه الكل. وشكرا للمساندة والدعم للجمهور الأردني في هذه المباراة وطيلة المنافسة.